أنجبت دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام كيت ميدلتون مولودا ثالثا الاثنين وفقا لما أعلنه قصر كنزنغتون في بيان له. وكشف البيان أن دوقة ودوقة كامبريدج رزقا بمولود جديد في مستشفى سان ماري في العاصمة البريطانية لندن. وأوضح قصر كنزنغتون أن المولود الثالث لويليام وكيت بلغ وزنه 4 كيلوغرامات تقريبا وأنه ووالدته بصحة جيدة.